وحتى انه بتشوفه من صوب الثاني كيف شغال كامل. السلام عليكم، مرحبا بكم وين ما كنتم في قناتنا وي ار بيلدر. مثل ما تابعتوا في الحلقه الماضيه ركبنا المغسله مع الطباخه، واللي ما تابع الحلقه يتابعها في الرابط اعلى. انزين، وفي حلقتنا اليوم راح نشتغل على وحده التحكم اللي تكلمنا عنها في الحلقات الماضيه اللي بنسويها هذه. نفس الشيء بنركب الاهواز، واللي ما تابع حلقه الاهواز يتابعها، نفس الشيء بتكون فوق في الاعلى في الرابط. انزين يلا تو نبدا الشغل. الحين مثل ما تشوفه قدامي هذه هي بتكون لوحة التحكم. طبعا هذا اللي هو الوصلات اللي كنا مسوينه من قبل حلقات الماضية لما ركبنا الوصلات هذه. ونزين وعندنا هذا السويتش نفس الشيء، بنركب سويكات اللي هو حال هذه الخطة ان نسوي حال اللي هو الطاقة الشمسية، وهذه بتكون حال كمبريسر الاي ار بي كمبريسر اذا تذكرون ركبناه من قبل. فهذا الحين بننقله وبنجيبه هنا في اللوحة التحكم كامل، زائد بنسوي هذه الوصلة اللي هو بيركب مع الكمبريسر نفس الشيء اللي هو بيكون مع السلندر هذاك، بتكون فيه اللي هو الجيج اللي راح يعطينا قياس الضغط طبعا، وبيكون فيه هذا اللي هو الوصلة في حالة ان بغينا نوصل هوز من الخارج يعني نعبي تواير سيارة من هنا يعني. هذا الحين الوصل لوحة التحكم راح نجهزها كامل وراح نعمل فتحات وكل شيء، بعدين راح نلبسها اللبسة نفس هذه اللبسة، وبعدين إن شاء الله ركبها في السيارة. الحين نسوي هذه الشغلة. يا زين، مثل ما تشوفوا حاليا هذه الخشب جهزناها عشان كل القطع اللي بنتركب فيها. قاعدة هذه تركب هنا بالطريقة. زين، هذه عبارة عن قاعدة وتركب في قاعدة ثانية، بتكون كذي بتركب بهالوضع. زين كذاك بتكون عندنا هنا المخارج للهواز والجيج، بيكون كذي هالوضعية بيكون ان شاء الله. السويتشات هذي لا بيركبن بعدين كل واحد في مكان مثل ما كان قبل رتبناه. نفس الشيء بعد ما نخلص كل هالاشياء، اللبسة هذي مثل ما تعرفوا بنركبها هنا نفس الشيء، نحطها ونجهزها بعدين نركبها مكانها هناك في السيارة بيكون. زين مثل ما تشوفوا هذه القاعدة الحين لبسناها خلاص هذه اللبسة. الحين راح نبدأ نقصص الأماكن فتحات اللي نحتاجهم، بعدين عاد بنبدأ نركب الأشياء هذه، عاد بنبدأ نركب الوصلات ونركب الجيج وكل شيء بنركبه هنا أساس يكون هذا اللي هو منطقة تحكم كامل بيثبته بعدين في السيارة. فالحين نبدأ نقص ونركب بعدين بنركبه في السيارة. يلا هذا نحن ركبنا مثل ما تشوفوا كل شيء قدامكم هنا، السويتشات هنا مثل ما تشوفوا مع المخرج المسمار حال الثلاجة حال يو اس بي وقار الفولتج والسويتش هنا، وهنا حال طاقة شمسية حال اي ار بي الكمبريسر، عندك هنا نفس الشيء يقيس الضغط الهواء، وعندك المخرج حال الهواء نفس الشيء كله في مكان واحد مثل ما تشوفوا. طريقة اموره منتظم منظمة وجاسة بطريقة حلوة. زين تو بنروح نركبه في السيارة، عاد نشوف كيف بيكون في السيارة إن شاء الله.
زين مثل ما تشوفوا الحين وصلنا الوايرات هذه وحطينا الوصلات كامل وركبناه، حتى واير الكمبريسر خلاص ركبناه وكل شيء وشغال، بس عاد بيبقى الهوزات. حطينا هنا الوصلات ماله وراح نركب الهوزات بعد نفس الشيء، عشان مثل ما شفت النظام القديم اللي كنا مركبينه مال الاربع توائر، فبيكون من هنا. وحتى انه بتشوفوا من الصوب الثاني كيف شغال كامل. طبعا مثل ما قلنا هذا كامل سيستم الكهرباء بيكون من هذا الصوب، وهذا الصوب هنا بيكون الهواء، هنا بيكون يركب الهوز الكم بالتعبئة، وهذا بيكون الجيج يعطينا القراءة حل الهواء كم داخل مضغوط، وهذا بيكون يشغل الكمبريسر ويبند، وهذا مثل ما قلنا هذا إن شاء الله في خطة نسوي اللي هو الطاقة الشمسية، فهذا عاد بعدين راح نشتغل فيه، بس الحين جاهزين السويك ماله، والحين راح نركبه في هذا المكان، وعاد راح نركب الهوزات من الخلف لأن في مكان من ورا نقدر نشتغل فيه. اوكي، واعطونا اراءكم وايش رايكم في الفكره، فكره اللي هو لوحه التحكم هذا. مثل ما شفتوا جهزنا لوحه التحكم وركبناها خلاص. انزين حاليا بنشتغل على الاهواز هذه. تذكروا في الحلقات الماضيه ركبنا هواز عشان النظام الاربع توائر نعبيها مره واحده، فحاليا بنغير هذيك الاهواز، غيرناهن، بناخذ هالاهواز ونركبهن عشان هالاهواز تحمل الضغط عالي ودرجه حراره مرتفعه، عشان ما تصير المشكله اللي صارت المره الماضيه. زين، فوش بنسوي حاليا؟ نرفع السياره فوق، نبدا نشتغل من تحت السياره، نوصل الاهواز هذه، وبعدين عاد بنوريكم كيف النظام يكون ان شاء الله.
وبكذي تكون نهاية حلقتنا اليوم. طبعا مثل ما شفتوا ركبنا اللي هو لوحة التحكم، ونفس الشيء ركبنا الأهواز اللي كان غيرناهم اللي قبل. وإذا عندكم أي آراء أو استفسارات تواصلوا معنا على الكومنت سكشن، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل قريب. سلام.